Barat Utara. Dengan ini majlis mempersilakan peserta yang ke-9. Peserta ini akan membacakan ayat suci Al-Quranul Karim dari surah At-Taubah bermula daripada ayat 34 dengan taranum wajib, soba dan sika. Dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم
ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.